ابرزها انا شايف ابرز مكسب اليو ديانج. اليو ديانج ممكن بيفقد الكره كتير، في يعني سلبيه وحيده، ولكن مكسب مهم جدا في وسط الملعب. يعني لو ارقامه، يمكن هو لعب 90 دقيقه، طبعا صنع هدف، دقه تمريراته القصيره 53 تمريره صح من 54، بالنسبه للتمرير الطولي عامل 4 تمرير طولي لاربعه صح، نسبه دقه تمريراته الطوليه. اكتر لاعب في المباراه قطع الكوره ب 16 مره، اكتر لاعب استعاد الكره الثانيه، ودي الحاجه اللي احنا بنحتاجها في خط في وسط الملعب، ان انت تستعيد الكره الثانيه. استعاد الكره الثانيه 9 مرات. كمان اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى النهارده، 5 محاولات على المرمى منهم واحده صح. ايوه، فكل الارقام بتاعت اليو ديانج بتاكد ان هو واحد من افضل اللاعبين في المباراه. ولكن السلبيه الوحيده في ارقام اليو ديانج ان هو اكتر من فقد الكوره، فقد الكوره 6 مرات. ده بيعتبر نوع اللاعب الافريقي ساعات بيبقى انه عنده نوع من انواع الكسل، خاصه لما يكون صغير في السن. دي محتاجه تطوير في الفتره الجايه من ريني فايلر لاليو ديانج. اليو ديانج موهبه قويه جدا للنادي الاهلي في المستقبل، ولكن محتاج حته فقد الكوره زي ما شفنا في الهدف اللي جه من فريق بني سويف. اعتقد ان اليو ديانج كان ممكن يتعامل معاها بشكل احسن من كده، وخاصه كمان في ممكن يحسن نسبه معدل فقد الكوره لانه لاعب ارتكاز. ده المكسب الاول.